أعزائي المشاهدين، تحية حارة ليكم. البرنامج النهاردة بيتناول قضية هامة جدا، هي مشكلة الطلاق. هذه المشكلة بتسبب الكثير من الأسى والألم، خاصة عندما نراها في الوسط المسيحي. يسعدنا أن يكون معنا النهاردة القسيس إبراهيم وهبي، راعي الكنيسة الإنجيلية بتورونتو كندا. سعدنا أيضا أن يكون معنا أخصائية العلاج النفسي والأسرة الأخت سيلفيا مايكل. أهلا بكم في البرنامج. أهلا بك. يتجه سؤالنا النهاردة للأسيس إبراهيم، يا ترى هل الطلاق هو اختيار مسيحي؟ لو كلمنا على الطلاق، أحب أرجع بسرعة أكلم يعني إيه الجواز. الزواج هو ارتباط أو عهد بين طرفين، بين رجل واحد وامرأة واحدة كل أيام عمره بحسب مفهومنا المسيحي، عهد مبني على الثقة والعطاء والاحترام. كمان المسيحية ميزت لنا معنى الفجور والنجاسة عشان نبعد عنها ونرفضه. المسيحية نادت بشريعة الزوجة الواحدة، أنا متجوز من امرأة لمدة أيام العمر اللي بيننا، لا يفصل هذا العهد شيء إلا الموت. علشان كده هل الطلاق هو اختيار مسيحي؟ لا طبعا، هو مش اختيار مسيحي. ما الكتاب بيقول كده، المسيح قال أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزن، ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزن. وكأنه المسيح قال لنا أن الطلاق هو حل لمشكلة الزنا وليس حل لمشكلات الزواج. فلو في مشاكل في الزواج لها علاج، لكن مش واحد من العلاجات هو الطلاق. مفهوم. لكن للأسف بالرغم أنه إحنا فاهمين أنه الطلاق مش اختيار مسيحي، لكن ظاهرة الطلاق النهاردة أصبحت ظاهرة بنشوفها في الوسط المسيحي. فجأة بنسمع عن اتنين بنعرفهم كويس قوي طلقوا. السؤال لسيلفيا، هل الطلاق فعلا قرار مفاجئ؟ لا طبعا، هو مش مفاجئ. هو يمكن يكون مفاجئ للناس اللي برا، بس ما هو مش مفاجئ للكابل نفسهم. بيحصل في البيت حاجات كتيرة قوي بين الزوجين، وممكن ما يكونوش واخدين بالهم. ومن ضمن الحاجات دي أول حاجة أنه بيتجاهلوا المشاكل أو بيهملوها، أو بيبقوا عارفين أن في مشاكل لكن مش بيتعلموا إيه الطرق اللي إزاي يتكلموا فيها مع بعض. وطبعا في مشاكل كتيرة قوي بتسبب للطلاق، لكن أكتر واحدة واضحة هي عدم التفاهم مع بعض. مش عارفين نتفاهم مع بعض، مش عارفين نتكلم مع بعض، الكوميونيكيشن. فهما مش بيطلعوا بره ويشوفوا طرق يتعلموا بيها ازاي يتكلموا مع بعض، او بيتخانقوا ويشدوا مع بعض وكده بيفتكروا ان هما بيتفاهموا، او ما بيعبروش عن نفسهم اصلا. وكل الحاجات دي بتأدي يا اما انفجار يا اما انسحاب. ففي حاجات كتيرة قوي بتبقى بتحصل بس مش قادرين يعدلوها بالطريقة الصح. وبيحصل كمان ان هما ممكن من خلال كل ده، لأنهم مش مسموعين
ممكن حد يروح طالع بره ويدور له على حد يتكلم معاه، لان هما مش قادرين يسمعوا بعض جوه. يبقى اذا مش عارفين ازاي يعملوا حوار صحيح يحل مشكلاتهم الزوجية، قررنا نكتم او نمثل ان احنا سعداء من غير ما فعلا نتعامل مع مشاكلنا بالظبط، يعني. او ما عرفناش نحلها مع بعض بالظبط، وبالتالي ما حاولناش نلجأ لحل يمكن من حد متخصص في المشاكل الزوجية او حد زي كده. ترى أسيس إبراهيم عندك اي تعليق؟ يعني لما نرجع للآيات الجميلة اللي موجودة في أفسس 4، بيقول الرسول بولس ازاي يكون بيننا علاقة مفتوحة. بيقول اطرحوا بكذب ابعدوه، تكلموا بالصدق، اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. انا بحتاج مع زوجتي او الزوجة مع زوجها ان كل يوم ممكن يحصل غضب، ممكن يحصل مشكلة، لكن ما نخليش اليوم يعدي ويبني جدار بيني وبينها. زي ما انت قلتي فجأة كده بيحصل طلاق، وسيلفي قالت مش ممكن يكون فجأة، بلاش نبني جدر بيننا او حوائط بيني وبين زوجتي، لكن كل يوم في اخر اليوم نصفي الامور، ما يعديش يوم. يقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم، تقلي ده يخلينا ما نفاجأش بحاجة بتحصل في حياتنا. ده صحيح. فاذا اذا كنت بسرعة بحل المشاكل بسرعة وبلطف، المشاكل مش هتتكوم علينا وفجأة نلاقي نفسنا في حالة فشل ما عندناش اي امل نستمر في علاقتنا. عايز اقول ان الخلافات الزوجية ممكن تبقى بركة لو ادرك كل من الزوجين ان هما في جانب واحد، ان هما فريق واحد مش فريقين، مش كل واحد يبقى عايز يثبت قدراته ونفسه ان هو على حق. لكن لما يدركوا انه لما يكون في خلاف بينهم او في مشكلة، ان هما الاتنين بيواجهوا المشكلة مش بيواجهوا بعض. الوجود في محضر الله يخلي الله يمد ايده ويدخل في حل المشكلة. علشان كده هو لو في مشكلة تعال بيها لله، انكسر قدام الله، هما الاتنين ينكسروا قدام الله، تتحول المشكلة لبركة. المسيح قال عن نفسه انه انا هو الباب. لو كل واحد بيتحرك ناحية الباب من ناحية، الاتنين بيقربوا للباب وبيقربوا لبعض. كل مرة يحصل حاجة لو انا في دماغي ان احنا الاتنين جسد واحد وبفكر في ان احنا جسد واحد مش هيحصل اي مشاكل. اكيد في اتنين اتجوزوا وارتبطوا ببعض، اكيد كانوا بيحبوا بعض في يوم من الايام. يعني الزوج مثلا يحاول يفتكر هو ليه حب مراته دي واختار الست دي بالذات عشان يتجوزها. يعني اكيد في حاجات بتفرق بينها وبين اي حد تاني كانت مناسبة ليه. يعني طبعا كل واحد بيختار واحدة معينة لان في حاجات فيها كانت مناسبة ليه هو، وهو حبها عشان الحاجات دي، مش لأي سبب تاني. ارجع راجع نفسك وفكر تاني، وارجعي وراجعي نفسك وفكري يا ترى انا مستعدة اكسر عهدي مع الله اولا قبل ما هكسره مع شريك حياتي. الحاجة التانية هقول يا ترى انا ليه مش قادرة استمر في العلاقة دي، لان انا انانية وبفكر في نفسي، انا عايزة حاجة لي انا شخصيا ومش قادرة الاقي ان شريك حياتي بيدهاني. خليكي مضحية وخليك مضحي عشان تكسب الطرف الآخر. فكروا في أولادكم، فكروا في العيلة، فكروا في صورتكم قدام الله إزاي تبقوا مرضين قدامه. لو إحنا فكرنا في كل الحاجات دي هنراجع نفسنا تاني، وأنا متأكدة إن المركب ممكن تمشي ونعدي الأزمة. صعب جدا وقاسي جدا إن إحنا نكسر عهد أمام الله ومع الله. الكتاب المقدس برضو بيعلمنا إن كل ما كان شعب إسرائيل بيكسر العهد كان العقاب قاسي. احذر واحذري يعني بتشوفون النهاردة من انك تكسر عهد عملته مع الله، لان الله لا يقبل كسر العهد. بلاش ينسوا ان هم اساسا كان جمعهم الحب، ولما بيكون يفتكروا دي ويفتكروا الحاجات الحلوة اللي هم شافوها من بعض واللي حبوا بعض علشانها، هتفرق معاهم في اسلوب حل المشكلة. قال لسيلفيا إذا أنا مدرك أنه الطلاق مش اختيار مسيحي وعايز أكمل في جوازي، لكن عمليا الحياة بيننا جحيم، علاقتنا بتذهب من سيء لأسوأ ومش قادرين نتعامل مع بعض بالمرة،
يا ترى ايه الحل؟ هو طبعا في رجاء وفي امل دايما دايما في ما فيش مشكله ما لهاش حل. الفكره ان احنا بس ناخد بالنا من شويه حاجات عشان نقدر نحل المشاكل بتاعتنا. اول حاجه ممكن اقولها ان احنا نفتكر بدايه علاقتنا كانت ازاي، ازاي كنا عارفين نتكلم مع بعض، ازاي كنا بنسمع بعض، ازاي كنا بنعبر عن اللي احنا حاسين بيه، وازاي كانت العلاقه في الاول حلوه. ده اللي خلانا نتجوز ونفضل مع بعض، فنفتكر دايما البدايه ايه اللي كان حلو فيها. النقطه الثانيه المهمه في الحوار بقى ازاي اعبر عن نفسي، وازاي الشخص اللي بيستقبل او اللي بيسمع ازاي يسمع. طب سيلفيا لسه نقول دلوقتي مثال، انا الزوجه وجايه دلوقتي للزوج وعندي مشكله عايزه اعالجها مع زوجي، هعمل ايه؟ اوكي، احنا بنتعلم ازاي نسمع بعض، ماشي. فالمشكله لما يعني في اولا بنتكلم بنعبر لبعض عن افكارنا او عن احاسيسنا او عن الحاجات اللي بنعملها. فالبدايه لو انا عندي فكره معينه مثلا عايزه اقولها، فانا بعبر بيها عنها والشخص اللي قدامي بيستقبلها. ممكن الشخص اللي قدامي مش عاجباه الفكره، نتكلم مثلا عن الفلوس مثلا which is a big يعني مشكله كبيره. يعني لو انا بقول فكرتي في الفلوس والطرف الثاني مش عاجباه الفكره، بدل ما اهدم الفكره او احبطها، لازم اقدر ان الشخص ده عمل effort مجهود عشان خاطر يساعد في المشكله. فانا بجي فاقدر الشخص وبعدين اجيب الفكره واحطها قدامي كده. أوكي. بدل ما اهبط الشخص اجيب الفكره، بدل ما اصده حتى الفكره لو انا مش مقتنع بيها اجيبها واحطها قدامي ونبتدي نتكلم في الحلول بدل ما نحبط بعض. دي اول نقطه. النقطه الثانيه في الاحاسيس، لما حد حاسس ان هو مجروح، لما اجي اعبر عن احساسي بالجرح، نفس الحكايه الشخص اللي بيسمع. اللي بيحصل ان انا لما بعبر عن نفسي اقول انت على طول بتعمل كده، انت اصلك كده، انت جرحتني، ده على طول مش فاهمني، بيخلي الشخص تاني ما يسمعش، بيحس انه متهم وعلى طول بيبتدي يدفند themselves، يدافع عن نفسه. فانا كده ما كسبتش، انا اللي جاي ومجروح ولا مش موصلتش لحل. فانا بدل ما اتهم ابتدي اقول لا، انا حاسس بكده، انا حسيت بكده، انا متضايق من كده. اتكلم عن مشاعري اكتر من اني بتهمه او بلومه. بالظبط. والشخص اللي بيستقبل يقدر المشاعر، مش لازم يكون يقول لا انا غلطت، لا يقول بس انا عارف ممكن تكون انت فعلا متضايقه، انا اسف انك متضايقه. ده بيقلل من المضايقه وبيدي فرصه ان احنا بعد كده نتكلم، بيفتح الحوار. مش مجرد ان انا سمعت وقدرت المضايقه. يعني لو انا الزوجه التعبانه متضايقه من حاجه وانت الزوج، انا هجيلك وهقول هكون صريح الاول في التعبير عن مشاعري، انا حاسس بكذا وكذا. انا هحاول اقول الطريقه الصح، انا حاسس بكذا وكذا، انا احب اني اعالج المشكله دي معاك. وبعدين الزوج من ناحيه تانية بيحاول يحسسني، بيحاول يوصلني انه حاسس بيا. ايوه بالظبط، انه معايا في اللي انا حاسه بيه. ممكن يقول لي انا اسف جدا ان انا جرحتك في الحكايه دي، انا اسف ان انا خليتك خايفه عليا لما اتاخرت. لما بيحسسني انه حاسس بيا معظم المشكله بتحل، لانه هبقى حاسه انه دلوقتي هو معايا على نفس الارضيه وانه مستعد انه يحل معايا المشكله. مش كده؟ بالظبط كده. بدل ما يبتدي يدافع عن نفسه ويقول انا غلطت ان انا اتاخرت، وكل مش دي الفكره اللي حصل مضايقه. وممكن كمان بعد ما جوزي بيقول رد فعله انا كمان بسمعه، انا الزوجه اللي جايه بشتكي ليه او بصلح المشكله معاه، بسمعه. يمكن يكون عنده تفسير للموقف انا ما كنتش واخده بالي منه. بالظبط. اسيس عندك اي يعني بالي. فعلا الحوار الجيد بيقربنا من حل المشكلات. يعني يعقوب الرسول قال ايه جميله جدا في اصحاح 1 وعدد 19، بيقول يا اخوتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في ايه؟ في الاستماع. يعني يسمع كويس، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لانه الغضب لا يصنع بر الله. احنا عاده زي ما سيلفيا بتقول الواحد بيتكلم يروح التاني مقاطعه، ما بنسمعش بعض، والنتيجه انه بنبتدي نخرج بره المشكله
وما لقيش حلول بالطبع، لانه انا بكلم في بتتحول لخناقه. ربنا بيعلمنا انه الحوار يكون ان انا اسمع، استنى لحد ما الشخص الاخر يقول رايه وبعديها ابتدي اتكلم ببطء. ولو ابتديت اتعلم اتحكم في البطء الكلام هتحكم في غضبي ايضا. فكرة انه مفيش امل دي فكرة غير مسيحية بالمرة. ايوب النبي بيقول آية جميلة قوي، بيقول انه حتى لو قطعت الشجرة فلها رجاء. في رجاء، ولو يعني احنا شايفين ان الحياة اصبحت مستحيلة، لكن في رجاء. هات الشجرة كده وحط لها مياه هتلاقيها ابتدت تنبت مرة تانية. ففي رجاء في المسيح، في رجاء في ان انا ارجع لكلمة الله، ان انا ارجع للعشرة مع ربنا ونبتدي الحوار مرة تانية. طب السؤال لسيلفيا، اذا انا شخص راغب في اني اصلح العلاقة مع جوزي وابقي على جوزي وعلى عيالي وبيتي، لكن الشخص التاني شريك حياتي رافض مش عايز يصلح العلاقة، في حل؟ هو دايما اسأل نفسي السؤال ليه رافض. ممكن يكون احساس بالفشل، ان هم حاولوا كل حاجة يقدروا عليها وما ما فيش حل، ما فيش تغيير، احباط طبعا لانه حاولوا كل حاجة، وفي يأس، جرح، ضرر، كل الحاجات دي بتخلي الشخص ممكن يقول لا انا مش قادر ومش عايز ارجع للعلاقة دي تاني. في كمان حاجات تانية ممكن تكون هما مش واخدين بالهم منها، وفي الوقت ده اقول لهم توصلوا لحد يساعدكم، يعني في ناس متخصصة ممكن تساعدكم عشان تقدروا تفهموا ايه اللي بيحصل بالظبط في العلاقة. من ضمن الحاجات دي ممكن حد يكون عنده depression، اكتئاب ممكن، وهم مش واخدين بالهم، فبيتعاملوا مع بعض ومش واخدين بالهم ان في اكتئاب. ممكن يكون في مشاكل شخصية خاصة بيا انا بعكسها على العلاقة الزوجية، مشاكل جاية من نشأتي داخلة في العلاقة بتخليني احس دايما سيلفيا تقصدي ايه مشاكل خاصة بتنشأتي او تنشأتي؟ يعني مثلا لو اتعودت ان اهلي على طول بيقولوا لي انت غلط، فبقيت انا على طول الغلطانه، فحتى بتيجي في العلاقه الزوجيه لو سمعت ان انا غلطانه على طول بصدق كده وابتدي ادافع عن نفسي عشان اقول لا انا مش غلطانه. فبيحصل كونكشن ما بين او ربط ما بين اللي بيحصل دلوقتي واللي حصل لي وانا صغير في نشأتي. يعني عايزه تقولي ممكن تجارب الطفوله وجروح الطفوله تأثر بشكل سلبي في علاقتي الزوجية، وبالتالي محتاجة ان انا اشفى من الخبرات القديمة. بالضبط، هي مش ممكن هي بتأثر 100%، اكيد لان انا ما علقتهاش. انا ممكن اكون حطيتها على جنب وافتكرت ان انا هيبقى في علاقة كويسة في الجواز، بس هي بتطلع غصب عنك. اروع صديق، اغلى حبيب، اعظم رفيق في الطريق انت يسوع. لو الشخص الثاني رافض ممكن يكون حاسس انه زهق، ما فيش تغيير، حاول كتير وبقى في حاله احباط، او لانه هو عنده مشكله شخصيه محتاجه تتعالج.
فلو حتى احنا فشلنا مع بعض نقدر نلجأ لحد ناس متخصصين في علاج المشاكل الزوجية ومتخصصين في الأسرة والحاجات ديت. كمان بتهيالي الانشورنس خصوصا في المهجر في كتير من الشركات الكبيرة الانشورنس بيغطي ان انت تذهب لمتخصص في الأسرة مش كده برضو؟ في يعني شركات كتيره بتدي الكفرج ده. الشخص ده محتاج تشجيع انه يتقال له لا في امل وفي حاجات كتيره ممكن تكون بتحصل انت مش واخد بالك منها. السؤال للأسيس، في مشكله من المشاكل الاساسيه اللي بتؤدي الى احباط العلاقه وتدهورها، مشكله العنف، والحقيقه ممكن ذاك يكون كمان مرتبط بالكالتشر الشرقي بتاعنا. ماذا عن العنف اللفظي، الألفاظ الجارحة اللي بنوجهها لبعض، العنف النفسي والجسدي؟ لو أنا زوج أو زوجة بعاني من الموضوع ده أتصرف إزاي؟ العنف زي ما احنا فاهمين إنه مش كل الناس عندها العنف، بس معظم الناس كمان لما بتتحط تحت ضغط كبير جدا قد يظهر العنف أو الانسحاب زي ما قلنا من شوية. العنف بيبقى مرات لأنه الشخصية دي عدوانية بطبعها، يعني هو مش قادر يعبر عن نفسه إلا بطريقة عنيفة، فالتعبير عن النفس مرات بيبقى جزء من العنف أو سبب من أسباب العنف. مرات الشخص يقول أنا لو كنت عنيف هقدر أخد الحق بتاعي. العنف زي ما أنت قلتي بالكلمات، العنف بالتصرف، لكن أنا شخصيا أقول لأي واحد من الطرفين، يعني زمان كانت المشكلة من الرجل للمرأة، لكن أصبحت كمان في عنف من المرأة ضد الرجل، ده صحيح، ده غير مقبول بالمرة، أو لا يقود إن الشخص يحترم نفسه أو يحترم أو يبقى محترم في عينين الآخر، وأنا بنزل لمستوى غير أدمي في العنف اللفظي أو الشعوري حتى، أن أنا أجرح واحد بكلمة. مرات سلوك مكتسب، الواحد بياخده من أصحابه اللي قاعد معاهم، ده أنا عملت كذا فيتنقل لي. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا أن إحنا نكون على العكس ودعاء. الشخص الوديع يقدر يكسب المعركة دايما، لكن الشخص العنيف بيخسر. فإذا كنت عندي وداعة وقابلية للتعلم وشخص عارف أتحكم في أفكاري ومشاعري، هقدر أعبر عن نفسي وأعرف أكسب المعركة لصالح الزواج. القضية أن إحنا في علاقة واحدة. حاجة تانية اللي لازم أخد بالي منها، الآية الجميلة اللي بيقولها الكتاب المقدس، إن الله هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك. الله هو اللي شاهد على عقد الجواز بتاعنا، الله هو اللي موجود بيننا في العلاقة. يعني أنا لازم أقدر وجود الله في علاقتي بزوجتي أو هي في علاقتها بي. صحيح. لو ما كانش الله بيننا هيحصل أي حاجة. عشان كده أرجع تاني للآية، مش عايز أستخدم آية تانية لكن عايز أرجع لها تاني، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأنه الغضب لا يصنع بر الله. هتعمل غضب وعنف لن تصل إلى شيء، هتخسر. لكن هدي نفسك، صلي، اطلب من ربنا انه يهدي افكارك ويخليك تعبر عن نفسك بطريقة مقبولة. يبقى من ناحية تانية، اذا انا الشريك اللي بأعاني من المشكلة دي، انا محتاج زي ما سيلفيا بتقول، انا مش هكتم، يعني اذا انا جرحت من السلوك ده انا محتاج ان انا اجي لشريك حياتي واواجهه بالمحبة باساليب الحوار المظبوطة اللي قلناها من شوية، هواجهه بصدق وهقول له انا حاسه بايه وازاي نصلح المشكله دي بيننا وبسرعه، ما استناش على المشكله لغايه لما تبقى ازمه. فكل حاجه متاح ان انا اشارك بها شريك حياتي واواجهه ونصلحها مع بعض. سيلفيا، السؤال اللي احب اختم بيه حلقه النهارده، اضرار كارثه الطلاق على الزوجين المسيحيين وعلى الاطفال. طبعا الاضرار جامدة قوي. الطلاق بيسبب ألم لكل فرد في العيلة، الأب والأم وكل طفل. إحساس بيبقى إحساس بفشل رهيب جدا، إحساس بخسارة أنا خسرت عيلتي، إحساس بأن كل التاريخ اللي بنوه مع بعض اتهدم قدامهم. بالنسبة للأطفال بقى حاجات جامدة قوي، في إحساس بأنهم كأنهم هم السبب، ولما بيحسوا أنهم السبب كل ده بيؤدي أن هم يحسوا صغر نفس، بيوصلوا ممكن يبقى في عنف بعد كده
ممكن يبقى يبتدوا في الكحول ادمان ادمان المسكرات والخمور خمور كل ده مدارسهم وال بياخدوه في المدارس كل ده الجريدز بتاعتهم بتنزل مستواهم الدراسي والتحصيلي بيحصل لهم حاجات بالظبط كل حاجة في حياتهم بتبتدي تتدهور يعني بيحسوا بإحساس بعدم الأمان والاستقرار على طول لأن اليونت ده العيلة دي اتكسرت خسارة الأهل مع بعض يعني خسروا ماما وبابا اللي هم مع بعض حدهم مع بعض بالظبط كده حسوا ان هم مش مهمين كفاية ان بابا وماما يرجعوا لبعض وآخر حاجة أقولها ان هم خسروا طفولتهم لأن لما حد فيهم بيروح يعيش مع طرف واحد بيحس انه بقى كأنه دلوقتي هو المسؤول عن يعني في ولاد كتيرة تحس انها ناو هي دلوقتي مسؤولة عن مامتها عشان تاخد بالها من مامتها احساس بمسؤولية فخسارة خسروا طفولتها تعرضنا الاطفال لازمات نفسية وضغوط ما كانش في داعي ان احنا نتعرضوا ليها واحنا كان ممكن نحلها لان كل حاجة ليها حل وكمان في حاجة يعني انا بخسر روحية الزواج والأسرة ده مشروع إلهي فأنا روحيا بخسر أنا بقف ضد المشروع الإلهي ببقى ضد فكر الله عشان كده الطلاق ده حاجة مش من ربنا فأنا بقاوم الله فأفضل حل إن أجد حل آخر غير الطلاق وأنا أؤكد اللي بيطلق مرة بيقدر انه كمان يطلق مرة تانية هل تضمن انه يكون في حل في الجواز التاني بالظبط لانه ما فيش شريك حياة كامل بالزبط. يمكن بالزبط. العيوب اللي ما لقيتهاش في الشريك الاولاني مش هلاقيها في التاني بس هلاقي في الشريك التاني عيوب مختلفة بالظبط ده صحيح في نهاية حلقة النهاردة احب اشكر اعزائنا الاسيس ابراهيم وهبي راعي الكنيسة الانجيلية بتورونتو كندا والاخت سيلفيا مايكل اخصائية العلاج النفسي ومشاكل الاسرة من فضلكم كلمونا واتصلوا بينا أعزائي المشاهدين تحية حارة وإلى لقاء آخر